الله ما شاء الله، ايه ده ملان اللي عامله في نفسك ولابس كده ليه؟ لمؤاخذة يا حضرة الناظر، اصل النهارده كان عندنا غسيل فقدت الحاجات دي من الدولاب بتاع امي. امك بتلبس الحاجات دي يا ملواني؟ ده فستان فرحها يا حضرة الناظر. ليه متجوزه دي كرومي يا حضرة الناظر؟ والحبوسه هقول لك على كل حاجه بيه. اتفضل. احنا كنا قاعدين لقينا الباب راح مفتوح وراح داخل استاذ ملواني واحنا قاعدين، وبعدين لقيناه راح قلع الجاكيت واحنا قاعدين، وبعدين قلع القميص يا بيه واحنا قاعدين، واحنا اتخضينا بقى لقيناه راح قلع البنطلون.